بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من الكلمة الطيبة. يقول عز وجل في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صدق الله العلي العظيم. ويقول الإمام علي عليه السلام، أتموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجكم إذا خرجتم إلى بيت الله فإن تركه جفاء. مشاهدينا الكرام، الحج وفادة إلى الله عز وجل، لا تنحصر فوائده فقط في صحة الأجسام واتساع الرزق وتكفير الذنوب كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، وإنما من منافع أيضا التفقه في الدين وتقوية الإيمان والتعرف على آثار النبوة وتاريخ الإسلام. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، يسرني أن أستضيف سماحة الشيخ ذياب المهداوي، إمام مسجد القاسمية في صور وعضو تجمع العلماء المسلمين في بيروت، لنتعرف من خلال الحوار معه عن المنافع العامة لعبادة الحج، وما أهمية التعرف على معالم وآثار الحج في تقوية الإيمان والتفقه في الدين، وما هي آداب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأئمة والصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. فأهلا بكم مجددا، وقبل أن نبدأ هذا الحوار أذكر مشاهدينا بالبريد الإلكتروني للبرنامج للتواصل وتلقي مقترحاتكم، وهو كلمة طيبة @manartv.com.lb. أهلا بك سماحة الشيخ. أهلا بكم سماحة الشيخ. قبل أن نتحدث عن المنافع العامة للحج أو كما وردت في الأحاديث الشريفة، ما هي خصوصية عبادة الحج وما يميزها عن باقي العبادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى، وأتموا الحج والعمرة لله، ويقول جل شأنه، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، صدق الله العظيم. لا شك أن الحج هو ركن من أركان هذا الدين، وفرضه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وجعل شرطا من استطاع إليه سبيلا. ومن أعظم الخصوصيات لهذه الفريضة المباركة أن الله تبارك وتعالى فرضها علينا في مكان مخصوص، في زمن مخصوص، بكيفية مخصوصة، فلا بد للسفر لها والاستعداد والتهيؤ. لا بد للإنسان الذي يريد أن يحج بيت الله الحرام أن يتهيأ أولا، أن يكون مخلصا في عمله لله تبارك وتعالى، وأن يعزم على التوبة الصادقة، وأن يندم على كل ما فرط في حياته من فعل الذنوب أو المحرمات، ليستعد لهذا اللقاء العظيم في ذلك البلد الأمين المبارك في مكة المكرمة، ليقوم بتلك العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم تحدث عن الحج في آيات منه إجمالا وفي آيات تفصيلا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وقد حج طبعا، وقد حج، ونقل لنا المسلمون الأوائل من الصحابة والأئمة والتابعين على هذه الكيفية، وعلى أصح ما روي عن جابر بن عبد الله عن محمد ابن جعفر الصادق أو محمد الصادق، وروى هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم، منذ كيف أمسك جابر بزمام الناقة، منذ الانطلاقة الأولى من الميقات إلى نهاية مناسك الحج. وهذا الحديث في كيفية الحج هو مجمع على صحته عند جميع مذاهب المسلمين، ولكن ما اختلف في بعض الكيفيات والجزئيات هي ناتج عن اجتهاد، هل هذا الفعل
كان واجبا أم كان مستحبا. إذن سمح الشيخ أن نستطع أن نقول بأنه أهم ما يميز هذه العبادة السفر، الانتقال من مكان إلى مكان في مكان مخصوص، هذا المكان المخصوص، هذا الزمن المخصوص، هذا التجمع الكبير العبادي الضخم. طبعا هناك تجمعات عبادية أخرى مثل صلاة الجمعة، صلاة الأعياد، ولكن هذا تجمع العالمي للمسلمين. حسنت. نعم، طبعا نحن إذا نظرنا إلى هذا الدين العظيم نجد كيف بدأ الإسلام بتجميع وتوحيد طاقات الأمة، بدءا أولا بصلاة الجماعة اليومية، ثم صلاة الجمعة الأسبوعية، ثم الحج، سمي الحج الأكبر لأن فيه تجتمع من كل أصقاع الأرض من جميع الألوان ومن جميع التوجهات الفكرية، لكن الكل يدعون ربا واحد ويلبسون ثيابا واحد جميعا ويتجهون قبلة واحد. نعم، بشعار واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا الأمر العظيم الذي أذهل كل علماء اليوم طبعا من غير المسلمين، من مفكرين وساسة، إنه ما هو السر الذي يجمع هذه الأمة المحمدية على صعيد واحد، في لباس واحد، في وقت واحد، في نظام، هذا يسعى وهذا يطوف وذاك يرجم وذاك يبيت بمنى، إلى هذا الترتيب الإلهي، هذا سر لعل الله تبارك وتعالى أودعه في هذه الأمة لتنظر الأمة من هذه المشاعر كيف توحد صفوفها وكيف توحد طاقاتها. التنوع موجود، أسود وأبيض، غني وفقير، ذكر وأنثى، لكن الهدف واحد. وكذلك أفكار الأمة واجتهادات الأمة ومبادئ الأمة التي قد تختلف، نقول في الجزئيات، في القضايا الاجتهادية، لكن هذا لا يضر الخلاف في هذه الأمة. صحيح. طبعا على قدر التعب والسفر والبذل، في بذل المال يعني في هذه العبادة، على قدر ذلك يأتي الثواب في هذه العبادة. فما هو الثواب أهم؟ يعني كذلك ما يميز هذه العبادة على مستوى الثواب؟ نعم، يعني من أعظم ميزة الحج أنه من حج هذا البيت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه من أعظم الخصيات، أن صحيح. الله التوبة الكاملة. نعم، التوبة الكاملة. أيضا هناك روايات عديدة وأحاديث تقول أنه ينبغي السخاء في الحج، في الصدقة في الحج، دفع الدراهم، يعني أن يكون بذل المال في الحج، بذل المال في الحج، هناك الأجر يتضاعف بما غير. حتى قال كثير من الفقهاء لا تبذير في الحج، بقدر ما ينفق الإنسان على نفسه، على رفقائه، يتصدق على الفقراء، يعني نفقة الحج مردودها يعود إلى الإنسان في ميزان حسناته، ويضاعف الله له أضعافا مضاعفة. ولأن هذا الحج قد لا يتكرر في العمر إلا مرة واحدة، فينبغي للإنسان يعني أن يحافظ على أداء هذه الفريضة، أن يتقنها، أن يؤديها عن علم، أن لا يتساهل هناك في سؤال عن معلم، عن قضية فقهية، يعني لا يقول كما يقول العوام الله يتقبل كيف مكان، أبدا. فرشت عباءتي، يا ربي تقبل صلاتي، أبدا. هذا قال علماؤنا لا يعذر المرء المسلم في بلاد العلم، لا يعذر أن يقول أنا لا أعرف، ليس له عذر عند هذه الله. هذه فرصة للتفقه. نعم. في الدين، وهذه من الفوائد. نعم. نعم، من أعظم المنافع في الحج إنه الإنسان يتفقه ويتعلم في الطريق. يعني كما قال كثير من أهل العلم، يستحب أن يكون له رفقاء من أهل التقوى والصلاح، يستحب أن يكون برفقته عالم في أحكام الدين ولا سيما الحج، لا أن يقول أنا أحج لا، لابد الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة يذهب إلى خبير يسأله عن متانتها، عن قوتها، حتى لا يكون في شرائه غبن. مع الأسف يعني ما كيف التجارة مع ما شاهدناه نحن في الحج، يعني أنه الكثير من الناس يعني لا يبالون. لا يبالون. صحيح. لا يبالون. للأسف. نعم نعم نعم. لابد للإنسان أن يؤدي هذه المناسك على أكمل وجه، لأني قلت قد لا تتكرر مرة أخرى. ممكن الصلاة إذا أخطأ بها يقضي
ممكن يوم آخر، ولكن بالنسبة للحج لكن الحج قد لا تتاح الفرصة قد لا تتاح له قضية أمنية، قضية مالية، صحية، ممكن لا يتاح البعد له البعد يعني نعم. الآن يعني هناك إجراءات قانونية الآن يعني صحيح. تؤخر الحج. هنا سماحة الشيخ يعني هذه هذا جزء من الفوائد، هناك فوائد كذلك فوائد مادية ذكرت في الأحاديث مثل صحة الأجسام، نفي الفقر واتساع نعم. الرزق، فقط لو نضيء حول نعم هذا ورد في نعم. أحاديث كثيرة أتم الحج إلى الحج وأتم العمرة إلى العمرة، فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر ويديمان الصحة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن نقف هنا، نفي الفقر حتى لا يبقى قد يتساءل البعض نعم. يعني حتى لا نقول صحة الأجسام في الحج نعم. ومعنى نعم. حتى لا نقول أن الفقر هو فقط الفقر المادي، بل فقر قلة يعني يكون فقيرا في دينه، فقيرا في علمه، بل العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج يجعلان هذا الإنسان غنيا بماله، غنيا بعلمه، بإيمانه، بتقواه. يعني القضايا المعنوية يكون في غنى، والقضايا المادية الروحية كذلك. أيضا كذلك، يعني لا ينحصر الأمر فقط أبدا على المستوى المادي، وهذا يعني ربما لبعض الناس قد يكون يستفيد مادي، ولكن نحن نريد من هذا المسلم استفادة العلاقات الاجتماعية أن كذلك نعم. يعني أن يكون هذا الغنى غنى روحي وغنى مادي وغنى ديني وعقائدي، ليتنور ويتعلم، لأن الإنسان كل سفرة لابد أن يأخذ عبر منها، صحيح. أن يستفيد، أن يتطور إلى الأحسن وإلى الأجمل. هنا طبعا يعني لا الفوائد كثيرة جدا، صحة الأجسام واتساع الرزق وتكفير الذنب، وأنتم أشرتم نعم. إليه، وهذا أهم نعم. ما يطلبه الحج وهو تكفير الذنب نعم. هنا يعني هذا قسم من المنافع، هناك منافع أخرى قد لا ينتبه لها البعض، وهي تنطلق من التفقه في الدين. أنت أشرت قبل قليل التفقه في الدين ليس فقط على مستوى التفقه في عبادة الحج، ولكن التفقه على المستوى العام. هنا كيف يعني نجعل من هذه العبادة محطة فعلا، نجعل المسلم محطة للتفقه ليس في عبادة الحج وإنما في جميع العبادات؟ يعني لو أن الإنسان في الحقيقة فعلا نظر إلى الحج من كل الجوانب، يعني الإنسان حينما يقف في ذلك الميقات الذي حدده الله سبحانه وتعالى، وكأن الله يقول لهذا الإنسان هذا حدي فلا تتجاوز، صحيح. إلا بشرط أن تكون محرما. هذا المكان أو الميقات أن لا يدخله الحاج إلا محرما يدل على قداسة هذا المكان، ألا تدخله، ألا تدخله إلا محرما لله سبحانه وتعالى. هذا الإحرام، هذه النية العظيمة التي يعني لابد أن يكون الإنسان مخلصا فيها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما المظهر الخارجي كيف يتجرد الإنسان من كل لباس الدنيا، من المخيط أبدا، الزعيم، الأمير، الملك، العالم، الأمي، الكل يخلع كل زين، لأنه الثياب شهرة، الثياب زينة، يتجرد الإنسان تدل على صاحبها وعلى مقامها أمام الله سبحانه وتعالى. أولا كأنه إنسان قد جرد من ثيابه حين الموت، الآن كأنه يغسل، ثم يلبس هذه الثياب البيضاء، هي ترمز إلى الكفن. أيضا هذه الثياب ترمز إلى توحيد الأمة حتى في لباسها. أيضا يرمز هذا الإحرام أنني ينبغي أن أحرم على نفسي كل ما حرم الله، وكأني أعاهد الله في هذا اللباس الجديد في ذلك البقاع، في تلك البقاع المقدسة، أنني خلعت ثياب المعصية، خلعت ثياب المذلة، وألبس ثياب العز، ثياب الطاعة، أيضا أخلع ثياب العبودية لألبس ثياب الحرية. يعني لابد أن ترمز إلى حتى القضايا السياسية، القضايا الاجتماعية، صحيح. القضايا الدينية، إنه هذا الإنسان حينما يحرم بهذا الإحرام. البياض عنوان النقاء، البياض عنوان السلام، يعني حتى اختيار هذا اللون له رمزية. نعم نعم. أيضا تجد في هذا اللباس لا فرق بين أسود ولا أبيض، ولا غني ولا فقير. تجد الآن في الأيام العادية الناس يتميزون، صحيح. الغني يلبس غير ما يلبسه الفقير. أمام هذا النسك البسيط الذي يتميز الناس بكل ما فيه، أيضا عليك أن تخلع هذا اللباس الدنيوي، لأنه قد يكون لباس مقنع،
لباس أنت تلبسه ليس من أهلك. هذا اللباس الذي يميزك عن الآخرين. بالضبط. ندخل نحن هنا ندخل هنا في وحدة نوعا ما على مستوى اللباس. وتلبس الثياب الحقيقي. لا أقنعة، بالعكس تخلع عندك كل مظاهر الدنيا، حتى الذهب مثلا المرأة لا تنشره الزينة، الزينة الرجل حتى إذا يلبس أي شيء زينة لابد. أنا هنا سمحت شيخ، هذه يعني هذا التفقه في الدين، لأنه هذا لا يمكن أن نقوم به إلا بتفقه في الدين. حتى يعني أكثر الناس أمية في الحج يعني يسألون ويتعرفون، وطبعا هناك الحملات الآن موجودة تعرف الكثير من اللي تعرف الحجاج بتفاصيل العبادة، هذه العبادة. ما تأثير هذا التفقه في الدين وهذا التواجد في ذلك المكان على تقوية الإيمان؟ نعم، أولا هو ينبغي لمرشدي الحملات إذا كنا في الطريق إلى الحج، ينبغي أن نختار من هو المرشد الشرعي الذي هو فقيه في أحكام المناسك. لكن إذا وصلنا تلك البقاع الطاهرة، ما المانع أن يكون معنا، أو حتى إذا كان هذا العالم أو هذا المرشد، أن نأتي برجال أصحاب فكر يتحدثون عن ميزات الحج، روح الحج، فلسفة الحج. لأن الإنسان كما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه الشريف، كلما ازداد المرء علما كلما ازداد إيمانا. كلما عرفت الشيء وقمت به عن علم كلما ازددت إيمانا. فنحن حينما يقوم الحج بمناسك ما ترمز إليه هذا خلع، نعود إلى اللباس، هو أن يخلع قناع كما يقول رحمه الله شريعتي في كتابه عن الحج، أن يخلع قناع الذئب الذي يمثل الوحشية والطغيان، يخلع قناع الفأر الذي يمثل المكر، يخلع ثياب المذلة والخنوع للظالمين، ليلبس ثوب العزة والكرامة والمقاومة أيضا. هذا أنت حينما تلبس هذا الثياب قاومت إبليس وانتصرت على إبليس، فمن لبس هذا الإحرام بهذه النية أن ينتصر على كل شياطين الأرض. أصل الحج أيضا إبراهيم عليه السلام حينما كسر الأصنام، نحن الآن لا يوجد عندنا أصنام حجرية، عندنا أصنام معنوية. نعم، معنوية، هي المادة تكون صنم. عندنا أصنام متحركة، الزعامة، اتباع الكبراء، اتباع الكبراء، القوم على الضلالة، تعصب لهم حق على باطل، هذا من قومي لابد أن أناصره. هذا لابد الإنسان حينما يقف في تلك البقاع الذي وقف فيها إبراهيم، كسر تلك الأصنام، ثم عاد العرب وأدخلوا الصنمية داخل مكة، وجاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاتحا يقرأ الآية المباركة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكسر كل الأصنام التي كانت تحيط بمكة. اليوم نحن علينا أن نكسر كل الأصنام التي تحيط بنا، حب الذات. يعني في الحج، قبل الحج تقول أنا وأنا أقول أنا وأنت تقول أنا، في الحج نقول نحن، ونحن تولد أمة، لبيك اللهم، كلنا بصوت واحد. إذن كنا نقول أنا، الآن نقول نحن، إذن نحن تمثل أمة، وأن هذه الأمة هي أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. هنا سمحت الشيخ، يعني مباشرة عندما ينزل، عندما يصل الحاج إلى تلك المناطق، هناك نوع من استحضار للتاريخ. يعني عندما تنزل، وخصوصا إذا كان الإنسان في حملة معينة ولديها شخص مرشد يتحدث عن الأماكن، هنا نزل الرسول، هنا ذهب، هنا هذه الآثار وهذه المعالم، كيف يعني التعرف عليها كيف يساهم في تقوية الإيمان، بالإضافة طبعا إلى التفقه في الدين؟ نعم طبعا، لابد كما ذكرنا وذكرت حضرتكم، إنه أول وخاصة أول من يدخل لأول مرة، طبعا أقول لهم أنا كمعرف دائما ومرشد لحملة، أنتم ترون هذه الكعبة عبر التلفزيونات في بيوتكم، الآن تخيلوا أنكم سترونها بأم أعينكم مباشرة، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أن يسر لكم وصلتم إلى هذا المكان. صحيح. هذا المكان، هنا وقف إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقف إبراهيم في مقامه المعلوم الآن. صحيح. على صخرة صغيرة، حتى أن الله خلد أثر قدميه،
الأثر وهي موجودة كذلك. موجودة حتى نعم. الآن نعم. وقف وقال له الله سبحانه وتعالى أذن يا إبراهيم. قال يا رب وما يحسن صوتي؟ أنا سأؤذن سأعلن. قال يا إبراهيم عليك النداء وعلي الإجابة. تقول الروايات أنه ما أن بدأ برفع صوته إلا انحنت كل الجبال من مشارق الأرض إلى مغاربها فوصل صوته كل بقاع هذه الأرض، وكل من سمع هذا الصوت وهو في عالم الذر سيلبي الحج إن شاء الله رب العالمين. أيضا نستذكر الصفا والمروة، هذه أمنا هاجر التي جاءت بولدها إسماعيل وأجلسها النبي إبراهيم وأدار ظهره، فقالت إلى أين يا إبراهيم؟ لم يلتفت، الرواية تقول 3 مرات. في المرة الثالثة قبل أن تسأله استدركت وهي المؤمنة، قالت أالله أمرك؟ قال الله أمرني. قالت اذهب إذن فلن يضيعنا الله. وبعد أن ذهب نفد الماء ونفد الزاد وبدأت تبحث. هذا البحث يعلم نساءنا كيف تبحث عن الحقيقة. هذه كلها يستحضرها لابد الحاج يعني. لابد أن هنا لابد أن يستحضرها طبعا. هذه وظيفة المرشدين أعتقد يعني. لأن ليس كل الناس يستطيعون، لأنه المهم هو يستحضر بقدر معين ولكن لا يستحضر بهذه التفاصيل. لا شك أنه علينا أن نحدثه في تلك الجلسات وفي تلك الساعات. الحاج ما عنده شيء إلا مقام إبراهيم. نعم. إذن هذا السعي يمثل السعي، أن خطوة 1000 ميل تبدأ من ميل. الإسلام علمنا السعي. صحيح. ليس في ديننا خنوع ولا نوم ولا كسل. اسعوا في مناكبها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذن هذا السعي يعلمنا السعي، يعلمنا كيف أمنا تبحث من أجل هذا الولد الرضيع. باختصار وهو يعبث في الأرض نزل جبريل عليه السلام ضرب بجناحي الأرض فانفجرت الماء واسمها ماء زمزم. قيل سميت كذلك زمزم، الآن هنا نتعرف. نعم. كذلك على زمزم. نعم. سمي الزمزم يقال لأن ماءها عذب وطيب. وقيل سمي الزمزم لأن أمنا هاجر بدأت تزمها أي تضيقها فتمثل القناعة، هي تريد أن تشرب. وقال أو ورد في بعض الأحاديث لولا أن أمنا هاجر زمت الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني نهر كالنيل والفرات. وهي إلى الآن يعني الآن. نعم ما شاء الله يعني. آلاف سنين وما زالت نعم بنفس نعم. الكمية طبعا هو ماء مبارك يعني، هو كما ورد في الرواية وفي الأحاديث هو لما شرب له. نعم. للصحة وللشيء. نعم. وهاجر هنا وهي تسعى طبعا حتى بلغت كما تقول أيضا بعض الأحاديث الشوط السابع فانفجرت الماء، وكأننا نحن نقوم قامت به أم نبي وزوجة نبي أن نقوم، والإسلام أقر هذا الفعل. أما إن جئت إذن الحاج يعني يفترض الذي يقوم بهذه العبادة يتذكر يضوي عليها. نعم. نعم. يتذكر هو هذه يستحضرها الأشياء. نعم. يستحضرها يعني أنه كيف جاءت هاجر وابنها وإبراهيم من بلاد فلسطين. هذا الاستحضار يعطي للعبادة نوع من الواقعية، نوع من الوعد الواقعي في يعني نحن أيضا يعني نقول دائما يا حجاج انظروا نحن نأتي بالطائرات، نأتي في الباصات المكيفة، كيف كانوا يأتون مشيا. صحيح. أو على الحمير أو البغال أو الدواب ويبقون شهرا وأكثر. ذهابا وإيابا ويموت الكثير على الطرقات من المغرب العربي من موريتانيا. نعم. كان 6 شهور. نعم يعني ويموت من الكثير. نعم. منهم من يموت في البحر غرقا، منهم في المرض وإلى آخر ذلك. أنتم الآن ما شاء الله 2:15 تكونوا في جدة، 2:15 تكونوا في مكة، 2:15 أنهيت مناسك العمرة. صحيح. وهذا كان يستغرق أيام وليالي. صحيح. طبعا كل هذا الإنسان يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى أنه عاش هذا الزمان الذي فيه راحة وبحبوحة، ومع ذلك للأسف. نعم. هنا أوصي حجاجنا الكرام الغضب. للأسف في الطواف تسمع من هو غاضب، في السعي تسمع من هو غاضب يضجر وينادي نتيجة التزاحم ونتيجة حتى نعم. ولو كان ذلك كله في سبيل الله. صحيح. يعني نحن هذه عبادة، نحن في عبادة الآن. يعني سئل أحد الأئمة أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه عن السعي لماذا فرض الله السعي؟ قال ليذل الجبابرة، لأنه هذا الجبار ما بيمشي، يركب والحاشم والخدم يحملونه. صحيح. فهنا لابد أن يمشي، إن كان قادرا على المشي لا يجوز له،
وإن أجاز بعض أهل العلم أنه يصح الطواف والسعي راكبا وماشيا وراكبا لمن يستطيع، ولكن الماشي أفضل. راكبا في الزمن القديم على 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 بهيمة أو كعلى الآن لا يستطيع السبب، لكن أيضا سيمشي. هذا الجبار المتكبر الذي في الدنيا أو في خارج هذه الأماكن يحتاج إلى من يناوله كوبا من الماء، هو لا يعني لا يتنازل. طبعا المعالم والآثار ليست لا يعني لا تنحصر في 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 عفوا المدينة في وفي عرفة، في مكة طبعا. حتى في مكة يعني ليس فقط أنتم ذكرتم الصفا والمروة، أول شيء الكعبة المشرفة. بعد الكعبة نأخذ يعني ممكن نقول أن أول شيء سميت البيت العتيق. البيت العتيق قيل العتيق لأنها قديمة عتيقة، وقيل العتيق ما دخلها عبد مؤمن بالله إلا عتق الله رقبته من النار. سمحت الشيخ ومن دخله نتوقف مع فصل ثم نتابع هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتابع هذا الحوار. أهلا بكم من جديد لنتابع هذا الحوار عن معالم الحج وأثرها في تقوية الإيمان. سمح الشيخ، كنا نتحدث أو انتهينا في قبل الفاصل عند الحديث عن مكة أو الكعبة المشرفة وأثرها عندما يراها خصوصا الحاج أول مرة. إلى أي حد يعني يثير هذا فيه أولا يعني رغبة في أو تقوية الإيمان؟ كثير من الحجيج تجد أن الدموع تنهمر حينما يرى الكعبة المشرفة لأول مرة، وأيضا يستحب أن يدخل برجله اليمنى يقول بسم الله توكلت على الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا من آداب الدخول نعم إلى الحرم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيمة ومهابة، وزد من زاره أمنا وإيمانا، إلى آخر تلك الأدعية المأثورة. أيضا الكعبة ما أخذ من المكعب المربع. لماذا المربع؟ لأن المربع يجمع الجهات الست، يعني أينما تكون في الأرض تتوجه نحو الكعبة، الكل يتوجه إلى هذه الكعبة ليقصدها في العبادة والتوجه إلى الصلاة. لهناك الآيات الكثيرة، أينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه الكعبة التي تمثل رمز وحدة الأمة، كل الأمة تتجه. المسلمون الآن باختلاف مذاهبهم ومشاربهم واجتهاداتهم لا يقولن أحد أن الصلاة تصح بدون التوجه إلى تلك الكعبة المشرفة، هذا إجماع بينهم، هذا القاسم المشترك الذي يجمع. الطواف لا يصح إلا حول الكعبة، لا يصح طواف بنية العبادة في أي مكان إلا في الكعبة، إلا في الكعبة. أبدا. يعني هذه رمزية الكعبة. وبجانبها تقول أكثر من رواية الحجر إسماعيل، قبر إسماعيل، ويقال قبر أمه هاجر أيضا، هذا يرمز إن هذا ابن ذلك النبي الذي جعله الله للناس إماما ونبيا، إبراهيم عليه السلام، أيضا إسماعيل في ذلك المكان المبارك. أيضا الكعبة المشرفة ترمز، هناك الحجر الأسود الذي كان اسمه الحجر الأسعد، يقال هو نزل من الجنة أو أنزله الله تبارك وتعالى من الجنة، كان أشد بياضا من الثلج، ولكن سودته خطايا البشر حينما أعادت الصنمية إلى مكة وخاصة إلى الكعبة. كان هناك على عدد أيام السنة 360 صنم حول الكعبة، لما جاء الإسلام طبعا طهر. طبعا في الحج يصعب الوصول إليه طبعا. أي صحيح. هذا بخصوص ويستحب لمن يقدر أن يقبل هذا الحجر. أما من لم يستطع فمن بعيد يشير. هذا بخصوص الكعبة والحرم، وطبعا كل الناس تقصده لأنه هو مكان العبادة. هو مكان العبادة. طبعا انظر إلى العظمة، وطهر بيتية. هذا تشريف من الله، قال بيت الله. صح. ليس له بيت. صح. الله ليس له مكان، هو خلق المكان والزمان، لكن النسبة لتعظيم هذا المكان. نعم، لتعظيم. إنه واحد يقول هذا بيتي أو هذا لي، فهذا تعظيم. أيضا الكعبة المشرفة إذا عظمها الله سبحانه وتعالى أن ينسبها لنفسه، فهي عظيمة في قلوب المسلمين.
صحيح. وفي قلوب الموحدين. طبعا ورد في الرواية أنه نظر إلى العب إلى الكعبة عبادة. نعم. مجرد النظر إليها عبادة. كذلك نعم. هنا سمحت شيخ يعني إحنا نحن نريد أن نتحدث عن المعالم الأخرى في 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 مكة المكرمة التي يحسن أو يفضل للحاج أن يتعرف عليه لأنها تقوي الإيمان. لها هناك بعد آخر ليس فقط تقوية الإيمان وهو استحضار كما تفضلتم قبل قليل استحضار التاريخ الإسلامي هذا التفقه في الدين هو كذلك. نعم. ما هي المعالم الأخرى التي يحسن ويفضل للحاج أن يتعرف عليها؟ نعم يعني نبدأ نحن بالمعالم التي ترتبط يعني مبدئيا في مناسك الحج. عرفة. عرفة هي لا الحج لا كل الناس يذهبون نعم إليها لا يصح بدونها. ثم بعد ذلك يكون مزدلفة يبيت الحاج ليلة العيد حتى الفجر ثم ينزل إلى منى. هناك في منى مناسك الرجم ومناسك الهدي يذبح خاصة من كان متمتعا يذبح هناك هديا يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المعالم هذه بحكم العبادة كل الناس يعني معالم أخرى يعني. عبادة يعني هناك أماكن لابد أن نشير إليها مثلا غار حراء هذا الغار الذي يسمى الآن جبل النور هذا الغار الذي كان فيه يتعبد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو على قمة جبل النور على قمته نعم. يعني يستغرق إلى الشاب الفتي إذا أراد أن يصعد تقريبا ساعة ونصف أو أكثر قليلا مرتفع قليلا نعم. إذن هذا المكان يرمز إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كيف عزل نفسه عن الناس حينما كانوا يعبدون آلهة صنعوها بأيديهم. فهذا يدل لأن الإنسان إذا عجز أن يغير منكرا ما استطاع أن يقنع الناس أن هذا منكر فيعزل هؤلاء حتى لا يتأثر بهم. هذا إذا كان إنسانا عاديا. طبعا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو واعتزل ليخلو هناك خلوة للعبادة وللخلوة حتى للتفكر. نعم جاء الوحي من الله وكان من العمر 40 سنة كما تقول أكثر من رواية. وهناك نزلت اقرأ بدأ الوحي بإقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآية المباركة. طبعا هناك بعض الإشكال الصغير يعني بعض الناس يعني يسألون في الحج عن غار حراء هي ليست من واجبات الحج فتجد يعني تجد البعض من هناك خصوصا المشرفين الحج يقولون يعني بدعة وليس يعني لماذا تذهبون نحن نقول يثبطون الناس على يعني نحن إذا قالوا أنها بدعة فنقول ما معنى السنة. السنة هي اتباع أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته. فالصعود إلى هذاك المكان هو من فعله صلى الله عليه وسلم. صحيح. إذن لم يأمر هو صحيح يعني لم يوجد في الرواية أنه أمرنا أن نخرج أو نذهب إلى ذلك المكان. صحيح. لكن الذين يذهبون ليس بنية التعبد. هم يعلمون أن ليس هناك منسك من الزيارة. من الزيارة هو يزور ليتعلم أو يعني يري نفسه هذه الآثار أن هنا كان صلى الله عليه وآله وسلم جسده الطاهر يجلس وهنا نزل الوحي وهنا نزل جبريل عليه السلام وجلس في هذا الغار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. استحضار الوحي استحضار النبي الذي نزل عليه الوحي استحضار جبريل عليه السلام بعظمته كيف الله إذا شاء من هذا جبريل العظيم أن يقلب الكرة الأرضية. صح. يعني أنت تستحضر قدرة الله تستحضر نبي الله. ونحن نقول للإخوة الذين يقولون البدعة هي ليست من الدين حتى تقول بدعة يعني الذي يذهب لا يقول أنا أذهب تعبدا ولكن لا حرج إذا صلى هناك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى طبعا بدون أن هناك شيء واجب هو لا يوجب الصلاة طبعا هناك أصلي في هذا المكان نعم الذي هناك أماكن كثيرة طبعا ليس فقط يعني غار حراء غار ثور نعم أيضا غار هناك ثور. أشياء كثيرة أخرى بالنسبة لقبر أم المؤمنين قبر أم المؤمنين خديجة هناك يعني معالم كثيرة في 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 مكة يجب يعني لا أقول يجب يعني يفضل للحاج أن يزورها ولكن المشكل أنه في كثير من الناس لا يعرفونها كيف يعني نجعل هؤلاء الناس يتعرفون على هذه الأماكن وبالتالي يزورونها. نعم يعني هناك في الحجون بجانب المسجد الحرام يبعد كيلو تقريبا ونصف مقبرة الحجون تسمى المعلات فيها طبعا قبر السيدة خديجة الكبرى وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي من خير أمهات المؤمنين رضي الله عنه. هذه
طبعا الزيارة طبعا اختلف فيها أصحاب المذاهب، هي مستحبة زيارة قبور المسلمين للرجال والنساء، صحيح. أما بعض من أشكل على الزيارة أنه لا يصح للمرأة الزيارة، فهناك هذا خلاف، هذا قضية اجتهادية. الذي يقول لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر ويحتج بحديث لعن الله زوارات القبور، رد الإمام القرطبي أن المقصود بالزوارات المكثرات من الزيارة وليست الزائرة، هذا من جانب، أي المبالغة، يعني أنها تذهب في الصباح والمساء والظهر والعصر وتترك زوجها وواجباتها وأولادها لتعكف عند قبر قريب لها وتترك، هذا نحن مع. أما ما نؤكد أن المرأة تزور القبر بالأحاديث أيضا، إذا هم يملكون هذا الحديث دليلا نحن نملك أحاديث. أولا روى الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل يوما المقبرة فوجد امرأة تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني، هي لا تعرف من، فقالوا لها هذا رسول الله، فذهبت لتعتذر أن تكلمت معك بهذا الكلام، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث يقول النووي مما يستدل لو أن زيارة المرأة كان حرام منعها، لقال لها لماذا تزورين، وقال لها اتق الله واصبري. إذن هو اختيار مذهبي، هو اختيار مذهبي. إذن إحنا نقول هذا رأي من مذهب، رأي مذهب من مذاهب المسلمين. أيضا السيدة عائشة لا يجوز منع المسلمين عن زيارة هذه القبور، هناك رأي يعني يقول بذلك. أيضا روى الحاكم بسند صحيح السيدة عائشة وهي زوجة النبي رضي الله عنها كانت تزور قبر عبد الرحمن هو أخوها، وأيضا فاطمة الزهراء عليها السلام كانت تزور قبر عمها الحمزة، يعني هذا الإمام في أحد. يعني الحاكم في صحيحه ووافقه الذهبي، يعني الإمام الذهبي هو مصحح ومحقق الأحاديث في كتاب الحاكم يقول أن هذا الحديث صحيح. إذن أيضا ورد في الحديث الصحيح أن عائشة قالت يا رسول الله إذا زرت المقبرة ماذا أقول، قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون. ولو كان حرام من على النساء أن يزرن المقابر لقال لا لماذا تسألين هذا السؤال. صحيح. إذن أيضا هنا في الحج يعني الزيارة هنا تختلف، قبل قليل سمحتي تفضلتم بمسألة استحضار التاريخ وتقوية الإيمان، هذا الجانب الذي نريد نحن أن يستحضره الحاج، يعني عندما يزور يعني تتجسد له العقائد، هذه هي أم المؤمنين يعني خديجة، هذه قبور الصحابة، هنا هذا البعد. إذن هو يعني إذا خصصنا هذه الزيارة بكل ما في المقبرة استحضار بشكل عام للصالحين، لكن إذا كان تخصيص أنني أنشد من هذه الزيارة أن أستحضر السيدة خديجة الكبرى صاحبة المواقف، صحيح، التي ساوت رسول الله بمالها ونفسها، وقالت له يوم نزل الوحي وكان الوحي ثقيلا والله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف فإن الله لن يخزيك، يعني تطمن هذه المرأة التي وقفت بجانب زوجها، هذه المرأة التي قدمت كل ما لها في سبيل هذه الدين، هذه المرأة التي ضلت بجانب زوجها وبجانب الدين، هي أول من صلى، هي أول من صلى بالرجال والنساء والذكور، هي أول من آمنت. إذن استحضار أول النساء مؤمنة، استحضار عظمة هذه المرأة. وأيضا إذا زرنا كل القبور الصالحين التي سنتحدث لاحقا طبعا المعالم الأخرى يعني تم القضاء عليها يعني نعم بحجج يعني مختلفة نعم بعد توسيع الحرام يعني توسيع نعم نحن نقول حتى زيارة الآثار إذا كنا نخشى من أن الناس تعبد هذه الحجارة أو هذه القبور فواجبنا أن لا نقول حراما للناس بل نعلم أن هذا الإنسان الميت قد قضى إلى ربه تبارك وتعالى. أما إذا كان الزيارة استحضار هذه الشخصية الكريمة والتوسل إلى الله بها، لأن أهل السنة عندهم كثير من يقول أن التوسل إلى الله بالرجل الصالح أمر مستحب، صحيح. وعلى رأسهم ومن السلفية الإمام الشوكاني، هذا إمام الشوكاني في كتابه نيل الأوتار يقول التوسل. بعد توسل الخليفة عمر رضي الله عنه بعم نبي الله العباس رضوان الله عليه
يقول: وهذا الحديث أي هذه الرواية الشوكاني مما يستدل بها أنه يستحب التوسل إلى الله بالرجل الصالح. التوسل هو يقول اللهم يا رب، يعني يبدأ بالله، أتوسل إليك بهذا يعني الصالح، يعني التوسل الشرعي هذا هو. طبعا هناك يعني هي شبهة، نعم نحن نقول هي شبهات غير صحيحة يعني. إذا نحن لا شبهة الشرك يعني غير صحيحة يعني, يعني مثلا كثير من الناس لا يعني لا يقعون في الشرك، وإنما هناك شبهة. سمحت شيخ، حتى يعني الوقت أدركنا طبعا، هل هناك معالم أخرى يجب أو يعني يفضل للحاج أن يتعرف عليها في 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 مكة المكرمة قبل أن ننتقل نعم إلى المدينة؟ نعم هناك يعني في مكة يذهب الحجيج ليتعرف على تلك الأماكن، هي قلنا غار ثور، أيضا هذا المكان الذي وقت الهجرة جلس فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ثم انطلق. هذا ليعلمنا كيف الإنسان يخطط، كيف الإنسان يأخذ بالأسباب. محطة وإلا كان النبي يعني يمشي ويعمل له أبصار المشركين عنه، ولكن أراد أن يعلمنا أننا لابد أن نخطط وننظم أمورنا كي لا نتهور نحن من ندعي أو من إن شاء الله نكون أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، غار ثور وغار حراء وتلك الأماكن التي ذكرت في مناسك الحج. هناك يقول هناك في منطقة الآن اسمها جرول، هناك بئر اسمه بئر طوى، هناك اغتسل النبي وهناك توضأ النبي ثم كف مسيره إلى أيضا هناك بيت الولادة. للأسف يعني بيت الولادة، يعني أقرأ في كتب التاريخ أنه في العهد الأتراك العثماني كان موجود هناك بيت مكان ولادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان هناك قيم أي خادم، وكان هناك مؤذن عندما يؤذن الحرم يؤذن معه كذلك، لأنه ما يوجد مثل الآن سماعات وأصوات. وهو الآن موجود في مكان المكتبة العامة في يعني آخر سوق الليل الذي هو قريب إلى الحرم. يعني هناك الآن يعبون جالونات زمزم، وبجنبه موجود المكتبة العامة. يعني هي موجودة إلى الآن أو أعتقد يعني لا موجودة، لكن التوسعة يعني مشروع التوسعة ربما سيلغي كل هذه ممكن سيصلها. نعم هي نعم. موجودة كعنوان مكتبة عامة. يعني أنت حينما تصل إلى ذلك المكان تستحضر أن النور هنا ولد، هنا ولد أن رسول الله هنا مشى، هنا ترعرع. هذا ينم على أنك تزداد إيمانا. هذا بخصوص المكة المشرفة. طبعا يعني كل مناسك الحج هي منحصرة في نعم. مكة، ولكن بعد ذلك يعني ينتقل الحجاج، أغلبية الحجاج ينتقلون إلى زيارة المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا يعني أهمية وفضل زيارة الرسول، لأنه قبل كما يعني تفضلتم هناك البعض الذي يعتبرها بدعة، يعني ابن تيمية يعتبر زيارة الرسول بدعة وليست من الحج، ولكن هناك روايات أخرى لا تقول أنه من تمام الحج، كما تفضل كما أشرنا قبل قليل إلى الرواية في المقدمة على الإمام علي أنه من تمام الحج أن تزور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نحن نقول، وهذه كتب الفقه موجودة، أجمع أرباب الأئمة الأربعة، وهذا ما قاله القاضي عياض في كتابه يتحدث الشفاء عن سيرة الرسول، أجمع الأئمة الأربعة على أنه من أعظم القربات عند الله زيارة قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن حينما نزور هذا النبي، يعني يقول لك لا، عليك أن تنوي زيارة المسجد ثم تسلم على النبي. هذا رأي ونحترم رأيهم، فليحترم رأينا. نحن نقلد هذه المذاهب الإسلامية المعتبرة في كل بقاع الدنيا، لا يقولون بل باستحبابها ومندوبيتها، وإنها من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ووردت أحاديث كثيرة وإن قالوا ضعيفة، لكن الإمام السبكي ألف كتابا في وقال أن هذه الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف، فهي يشد بعضها أزر بعض. وأصح ما قيل: من حج البيت وزارني فقد وجبت له شفاعتي. صحيح. وهناك حديث: من حج ولم يزورني فقد جافاني. وإلى آخر ذلك من هذا الرواية اللي قبل قليل أشرت إلى في المقدمة عن الإمام علي، يقول: أتموا برسول الله حجكم إذا خرجتم إلى بيت الله. هناك إتمام، يعني لا يتم الحج إلا بالزيارة، فإن تركه جفاء
وبذلك أمرتم، عندما يقول الإمام علي وبذلك أمرتم، إذا هناك رواية في أمر يعني. وأتموا بالقبور التي ألزمكم عز وجل حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها. يعني هناك كذلك قبور، كذلك يعني نحن ملزمون بزيارتها، يعني قبور الأئمة وقبور الصحابة. يعني زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والرسول أفضل من المسجد طبعا. حينما نقول زوروا لا لا يجو الحديث لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. هي لماذا يشد الرحال؟ للصلاة فيها فقط، بل للسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمنع أن للصلاة، ولما يمنع أن تكون شد الرحال للصلاة ولزيارة القبر. لا هو يقول لك إنه لا ينبغي أن تكون النية هي زيارة قبره. نحن نقول لا، لابد نحن نقول إنوي زيارة قبر النبي وإنوي زيارة المسجد والصلاة فيه حتى تحصل الثواب من هذه الأقسام. لا تعارض، لا تعارض. إذا نحن نزور هذا القبر لنستذكر هذا القائد العظيم، صحيح، بل نصلي عليه. نحن في أماكننا البعيدة كنا نصلي عليه من بعيد، صحيح. الآن نصلي عليه وهو أمامنا. بل حينما جاء أبو جعفر المنصور حاجا ودخل المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا مالك، أي للإمام مالك، أتوجه إلى القبر لأدعو أم أتوجه إلى الكعبة؟ القبلة. نعم نعم، طبعا التوجه إلى القبلة لا شك في ذلك أنه أمر مستحب ومشروع. قال بل توجه إلى القبر وتوسل به، فإنه وسيلة أبيك آدم. صحيح. إذن هذا الإمام مالك يقول لهذا الحاكم الذي جاء لزيارة بل هو وسيلة أبيك آدم. طب هذه كتب الفقه موجودة، ماذا نقول لهذا الثرات العظيم؟ إذا خفتم من الناس أن ينزلقوا في مزالق الشرك كما تزعمون، فالناس يعتقدون هذا أن توهم محمد كبير، هذا توهم أن كبير. هو الأمي الجاهل من المسلمين يعتقد أن محمد بشر، إنسان لا يحيي ولا يميت ولا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله. وأي شرك، وأي شرك عندما يقول الحاج السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أو أتوسل إلى الله بك يا سيدي. نعم. يا رسول الله، هنا آداب زيارة مع اعتقاد الحاج أن الله هو الذي يعطي هذا النبي طبعاً هذه الخصوصية وهذه الكيفية ليكون شفيعاً للخروج. سمحت الشيخ للخروج من هذا الإشكال. إذا قلنا أن قد تجد هناك بدع أو زيادات أو خوف من أو توهم من الشرك، ما هي الآداب الشرعية لزيارة قبر الرسول ولزيارة قبر لزيارة البقيع قبور الأئمة والصحابة؟ وهذا أمر به يستحب إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين لله تعالى، وإن أمكن أن يصلي في الروضة الشريفة ما بين بيتي منبري، وفي رواية ما بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة. يستحب الصلاة في هذا المكان، ويقال هذا المكان هو قطعة من الجنة. ثم يتقدم بكل أدب وخشوع أمام هذا الضريح، أمام هذا القبر العظيم الذي يحمل جثمان أشرف مخلوق عند الله تبارك وتعالى، فيقف بكل أدب وخشوع ويتوجه إلى القبر. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ويكثر من السلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا بأس أن يقول كما ذكرت مناسك المذاهب الإسلامية الأربعة، ولا بأس أن يقول اللهم إني أتوسل إليك، اللهم إني أدعوك بحق هذا النبي محمد نبي الرحمة، إلا غفرت لي إلا رحمتني. نعم، ويريد أن يستكفي بالسلام، فهذا شأنه يعني. لا نقول له أيضا أنت مبتدأ كذلك طبعا بالنسبة هذا يعني. نعم. ثم يسلم على صاحبيه بما أنهم أبو بكر وعمر، ثم يخرج من هذا المسجد ويحافظ على الصلوات الخمس في هذا المسجد. يعني هذا من أداب دخول المسجد الحرام باختصار. وكذلك زيارة البقيع، ثم مقبرة البقيع. نعم، ثم ينتقل إلى البقيع. البقيع طبعا هناك موجود من كبار الصحابة ومن أئمة أهل البيت ومن زوجات النبي الطاهرات. يعني على سبيل المثال موجود من الأئمة المعتبرين عند الشيعة الإمامية الإمام جعفر الصادق والإمام الحسن والإمام محمد الباقر وزين العابدين، وهم أئمة لكل المسلمين. صحيح. لا شك هم أئمة أهل البيت، هم أئمتنا أيضا. وأيضا يوجد قبور
تقريبا كل نساء النبي التسعة، على الأرجح أنهم كلهم مقبورين في ذلك وعدد المكان. كبير من الصحابة والتابعين. نعم. وأولاد النبي وبنات النبي، إبراهيم والقاسم ورقية وأم كلثوم وزينب وكل ما يتعلق بالنبي أيضا، ويوجد قبر ابن عقيل أو عقيل، ويوجد أيضا قبر الخليفة عثمان بن عفان، وكثير من الصحابة التي يعني لا نستطيع أن نحصيها. طبعا أدب الزيارة هي كذلك. نعم يعني ندخل. نعم. بسم الله، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. في رواية السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله. أيضا يستحضر الإنسان هؤلاء، يعني هناك أداب شرعية في نعم الزيارة. السلام. هنا سمحت الشيخ، طبعا لدينا لم يعد لدينا الوقت الكافي، ربما دقيقة فقط أو أقل، باختصار شديد يعني ما هي أهم الأماكن التي يفضل زيارتها في المدينة؟ نعم يعني يستحب، وهذا ما يعني فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا نحن نقول زيارة قبره من أعظم وأشرف، هذا أولا. نعم. ثم زيارة أهل البقيع والسلام عليه، مقبرة البقيع، مقبرة، ثم زيارة شهداء أحد. نعم نعم، وهي قريبة من المدينة. نعم تتبع يذهب بالسيارة، وهي أيضا من المستحبات عند كل المذاهب بإجماع، حتى بما فيهم السلفية، يستحب زيارة قبور شهداء أحد، أيضا السلام عليهم، وأن تستحضر هؤلاء العظماء الذين باعوا أنفسهم صحيح من أجل هذا الدين، الذين ضحوا بدمائهم. فنستحضر نحن كيف نواجه الأعداء، كيف نقاوم الأعداء، كيف يكون الدم رخيص من أجل هذا الدين. أيضا يستحب زيارة مسجد قباء، هو أول مسجد بني في الإسلام، وورد في الحديث الصلاة في مسجد قباء تعدل العمرة. نعم. من حيث صحيح. الثواب. وأيضا هناك بعض المساجد يعني. نعم يزور عاد المسلم إذن مسجد القبلتين اللي فيه صلوا إلى القدس. نعم. سنة ونصف ثم توجهوا، وهناك زيارة يعني معالم تاريخية كمسجد الجمعة. مسجد الجمعة يعني أول جمعة أقيمت وأقامها الصحابي الجليل أسعد بن زرارة بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهناك مسجد الجمعة، وهناك يعني مسجد الإجابة وهو قريب من مستشفى الأنصار، مسجد موجود حتى الآن وهو في حي أظن يسمى حي بني معاوية، هذا المسجد أيضا موجود، وهناك مسجد أبو ذر أيضا موجود، وهناك مسجد يقال مسجد لبلال سلمان الحبشي سلمان يعني في بعض، هناك المساجد أحسن السبعة تسمى التي فيها أيضا مسجد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، مسجد الإمام علي، مسجد سلمان، مسجد عمر، مسجد أبي بكر، مسجد الفتح. إذن كل هذه المعالم، كل هذه الآثار يستحب للتعرف للحاج على أن يتعرف عليها. وبالتالي يعني بهذه الخلفية، خلفية تقوية الإيمان وخلفية التفقه في الدين، وهي ليست من واجبات الحج حتى لا يشكل من يسمع، إنما هي قضايا استحبابية ليعمق الإنسان حبه لهؤلاء العظام من أهل البيت ومن الصحابة والتابعين. نعم. سمحت الشيخ ذياب المهداوي إمام مسجد القاسمية بصور وعضو تجمع علماء المسلمين في بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا الحوار، أشكر حسن متابعتكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.